بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعينا متابعي قناة نجوم الفيزياء. دائما مع السنة العربية المتوسط، وبعد الطلب الكبير من التلاميذ قالوا يعني درنا تمرين شامل حول الشاردة والمحلول الشاردي. إذا اليوم راح نلبو لكم الرغبة تاعكم إن شاء الله، ونديروا تمرين شامل حول الشاردة والمحلول الشاردي. كالعادة أبنائي، أنه نحب التمارين والنماذج الاختبارات الفروض لمادة الفيزياء نديرهم في الحاسوب، هكا بشدوا أكبر عدد ممكن من المعلومات وايضا نربحوا الوقت. اذا ابنائي ان شاء الله راح يعجبكم التمرين، ان شاء الله راح تستفادوا منه. فقط لا تنسوا الاشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو. اذا لا اطيل عليكم، نلتقي في الحاسوب لحل التمرين مع بعضنا البعض. اذا ابنائي مباشره راح نبدا نقرأ هذا التمرين. يعني هذا التمرين شامل ومقسم الى مجموعه من الاجزاء. لنقرأ مع بعض. بعد تناولك لمقطع الشاردة والمحلول الشاردي، أراد الأستاذ اختبار قدراتك المعرفية حول ما توصلت إليه، وذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية. الجزء الأول يهدف هذا الجزء إلى التذكير ببعض المكتسبات السابقة. 1- ما هي الحالات الفيزيائية للمادة؟ 2- ما هو الفرق بين الخليط المتجانس والخليط الغير متجانس؟ السؤال الثالث، استخرج مادة مذيبة ومادة مذابة من التجربة الثالثة. راح نشوفها بعد تجربة، يعني كاين عدة تجارب، يعني حدد لك بالضبط التجربة رقم 3. على ماذا نتحصل عند مزجهما ببعضهما البعض؟ عرفه. سؤال 4، ما هو أصغر جسيم في المادة؟ عرفها. إذا ألف، ما هي الشحنة الغالبة على الذرة إذا فقدت إلكترون؟ ب، ما هي الشحنة الغالبة على الذرة إذا اكتسبت إلكترون؟ بالنسبة إلى الجزء الثاني أبنائي، نربط مسرية الجرافيت لوعاء فولتا ببطارية ومصباح وجهاز الأمبير متر، وفي كل مرة نضع المركبات الكيميائية التالية على حدة. إذا نبدأ أول شيء بالتجربة الأولى. هذه هي التجربة الأولى، هذه التجربة الثالثة، متعكسين يعني، هذه الثالثة وهذه الثانية. إذا هذه التجربة الأولى، هذه التجربة الثالثة، هذه التجربة الثانية، وهذه التجربة الرابعة، وهذه التجربة الخامسة. لو كان تلاحظوا هنا، في التجربة الأولى حطينا في الوعاء ماء نقي، وفي التجربة الثالثة حطينا ماء نقي وأضفنا له الملح، يعني هذا المضاف هو الملح. وفي التجربة الثانية درنا هنا الماء النقي وأضفنا له السكر. وفي التجربة الرابعة درنا هنا مسحوق الملح، وفي التجربة الخامسة درنا مسحوق السكر. بالاعتماد على التجارب أعلاه وعلى ما اكتسبته من هذا الدرس، ما نوع التيار المستعمل؟ يعني التيار هذا المستعمل ما نوعه؟ حدد خصائصه، يعني الجهة والشدة والرمز. 2- سجل أهم ملاحظاتك. ماذا تستنتج؟ قدم تفسير لذلك. يعني هذا السؤال راح يكون مرتب في هذا الجدول، يعني التجربة الأولى، التجربة الثانية، التجربة الثالثة، والتجربة الرابعة والخامسة، كل واحدة نخرج منها ملاحظة واستنتاج وتفسير. نمر الآن إلى ما تبقى من الجزء الثاني. إذا علمت أن المزيج المستعمل في التجربة ثلاثة، شوف التجربة ثلاثة هذه التجربة ثلاثة، قالك إذا علمت أن المزيج المستعمل راح يستعملوا مزيج آخر وهو كلور الصوديوم، صيغته Na زائد Cl ناقص، هذه زائد Na زائد فاصلة Cl ناقص بين قوسين. كيف تسمى الأفراد المسؤولة؟ هذا السؤال الثالث، كيف تسمى الأفراد المسؤولة عن نقل التيار في هذا المزيج؟ وش تسميها يعني الأفراد المسؤولة عن نقل التيار في هذا المزيج؟ ما هي أنواعها؟ ثم قدم تعريف مبسط لكل نوع. سؤال 4، بين كيف تشكلت كل من A Na زائد وCl ناقص، معبر عن ذلك بمعادلة كيميائية. سؤال 5، كيف تسمى الصيغة Na زائد فاصلة Cl ناقص؟ يعني الصيغة هذه وش نسميها؟ سؤال 6، هل المزيج متعادل كهربائيا؟ نعم لا. 7، اكتب الصيغة الجزيئية الإحصائية. الصيغة الجزيئية نفسها الإحصائية لهذا المزيج. إذا نذهب مباشرة للإجابة على الأسئلة. لنبدأ أبنائي بالسؤال الأول تاع الجزء الأول، ما هي الحالات الفيزيائية للمادة؟ إذا راح نشوف الحالات الفيزيائية للمادة. إذا الحالات الفيزيائية للمادة كاين ثلاث حالات، وهي الصلبة، السائلة، والغازية. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو الفرق بين الخليط المتجانس والخليط الغير متجانس؟ إذا راح نشوف الفرق، الخليط المتجانس والخليط الغير متجانس. إذا الخليط المتجانس خليط تمتزج مكوناته كليا، يعني جميع المكونات تمتزج كليا ولا يمكن أن نميز بينها بالعين المجردة، هذا الخليط المتجانس. أما الخليط الغير متجانس، خليط لا يمتزج
مكوناته كليا، ويمكن أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. يعني بالعين المجردة نقدر نميز ما بين مكونات هذا الخليط غير المتجانس، أما المتجانس لا يمكن يعني التمييز بين مكوناته بالعين المجردة. السؤال الثاني خلاص جاوبنا عليه. السؤال الثالث، استخرج مادة مذيبة ومادة مذابة من التجربة ثلاثة. يعني روح التجربة ثلاثة، هذه تجربة ثلاثة، يعني قال لك خرج لي، احنا قلنا هذا ماء نقي وأضفنا له الملح، خرج لي مادة مذيبة ومادة مذابة. إذا طبيعة الحال الماء النقي هو المذيب والمذاب هو الملح، المزج المحلول المائي تعريفه يعني خليط متجانس يتكون من المذيب الماء والمذاب هو الملح. يعني هذا هو خليط متجانس، المذيب فيه هو الماء والمذاب هو الملح. يعني كلها تقريبا أسئلة بسيطة. أربعة، ما هو أصغر جسم في المادة؟ يعني ما هو أصغر جسم في المادة؟ وأعطينا تعريف لهذا الجسم. ثم قال ما هي الشحنة الغالبة على الذرة إذا فقدت إلكترون؟ يعني الذرة كي تفقد إلكترون ما هي الشحنة الغالبة؟ وما هي الشحنة الغالبة على الذرة إذا اكتسبت إلكترون؟ وشفناها مليح في الدرس السابق. إذا أبنائي طبيعة حال أصغر جسيم في المادة وهو الذرة، يعني أصغر جسيم هو الذرة. تعريفها حبيبة مجهرية مكونة للمادة لا ترى بالعين المجردة، يعني الذرة ما نقدرش نشوفها بالعين المجردة. إذا ألف بالنسبة، ما هي الشحنة الغالبة على الذرة إذا فقدت إلكترون؟ قلنا إذا فقدت إلكترون الذرة تصبح الشحنة الغالبة هي الموجبة، أما إذا اكتسبت إلكترون تصبح الشحنة الغالبة على الذرة هي الشحنة السالبة. نمر الآن إلى الجزء الثاني. أبنائي قلنا راح في هذا الجزء وش راح نديره؟ راح نخرج نوع التيار المستعمل وخصائصه، وراح نسجل الملاحظات على التجارب الأولى والثانية والثالثة، يعني هذا الجدول نقوم بملئه. إذا نبدأ أبنائي، ما نوع التيار المستعمل؟ نوع التيار المستعمل بطبيعة الحال هو التيار المستمر، لأنه عنده قطبين، القطب السالب والقطب الموجب. إذا نوع التيار المستعمل هو المستمر. خصائصه عنده جهة واحدة كما شفنا في الظواهر الكهربائية، شدته ثابتة ورمزه دي سي. إذا هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. الآن نأتي إلى الملاحظة، نأتي إلى الملاحظات. خرجوه من التجربة الأولى والتجربة الثانية والتجربة الثالثة. إذا أبنائي في التجربة الأولى، هذه هي التجربة الأولى، قلنا وضعنا في هذا الوعاء ماء نقي فقط. إذا الملاحظة أكيد هذا مصباح وهذا جهاز قياس التيار الكهربائي. إذا الأكيد أنه لم يتوهج مصباح، ملاحظة عدم توهج المصباح وعدم انحراف مؤشر الأمبيرمتر. إذا الأمبيرمتر لن ينحرف لأنه لا يوجد مرور للتيار الكهربائي. الاستنتاج، الماء المقطر النقي يعني لا ينقل التيار الكهربائي، معناه ما دام ما شعلش المصباح وما انحرفش مؤشر الأمبيرمتر معناه لا يوجد مرور للتيار الكهربائي. إذا الماء النقي لا يمرر التيار الكهربائي. التفسير، الماء المقطر خالي من الأملاح المعدنية، معناه الأملاح المعدنية ما فيش، على هكا ما كانش مرور للتيار الكهربائي. إذا أبنائي بالنسبة إلى الجدول، بالنسبة للجدول يعني التجارب راهي مرتبة، هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة وهذه الخامسة. فقط كان مشكل في السؤال في الجزء الأول فقط، يعني هنا الآن راهي مرتبة، هذه الثانية وهذه الثالثة. إذا بالنسبة للتجربة الثانية، هذه هي التجربة الثانية، إذا هنا أضفنا الملح، أضفنا الملح إلى الماء النقي. ملاحظة توهج المصباح وانحراف مؤشر الأمبير متر، يعني المصباح توهج وانحرف يعني جهاز الأمبير متر، يعني هناك مرور للتيار الكهربائي. الاستنتاج، يعني لماذا أصبح يعني توهج المصباح وانحرف المؤشر؟ يعني كان مرور للتيار الكهربائي. إذا المحاليل الشريدية تنقل التيار الكهربائي، فنعرف أنه الملح زائد ماء نقي يعطيني محلول شريدي وليس محلول جزيئي، ونحن نعرف أن المحاليل الشريدية تنقل التيار الكهربائي. التفسير، المحاليل الشريدية تنقل التيار الكهربائي لما تملكه من شوارد، يعني المسؤول عن نقل التيار الكهربائي هو الشوارد، والمحلول الشريدي يملك شوارد لها حرية الحركة. فاهمين؟ إذا لها حرية الحركة تخليها تنقل التيار الكهربائي. بالنسبة للتجربة الثالثة، هذه هي التجربة الثالثة، الماء النقي وزدنا له السكر. إذا ملاحظة عدم توهج المصباح وعدم انحراف مؤشر الأمبرمتر. الاستنتاج، احنا نعرف أن السكر زائد الماء النقي يعطيني مش يعطيني محلول جزيئي، نعرف أن المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي. إذا هذا هو الاستنتاج، المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي.
التفسير: المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي لأنها، لماذا لا تنقل التيار الكهربائي؟ لأنها لا تملك شوارد، يعني تملك جزيئات حرة لكن لا تملك شوارد حرة تمكنها من نقل التيار الكهربائي. إذا نروحوا الآن إلى التجربة 4 و5. 4 و5 بطبيعة الحال عدم توهج المصباح وعدم انحراف المؤشر. إذا بالنسبة لأربعة قلنا أضفنا مسحوق الملح، إذا المساحيق الشريدية لا تنقل التيار الكهربائي، والمساحيق الجزيئية هنا في التجربة 5 يعني اللي هو السكر لا تنقل التيار الكهربائي. إذا المساحيق الشريدية لا تنقل التيار الكهربائي لأن شواردها مقيدة غير حرة، يعني شواردها غير حرة. متى تتحرر؟ الشوارد تتحرر في المحلول وليس في المسحوق، يعني يقعد عندي محلول يعني موجود الماء راح تتحرر الشوارد، أما هنا لا تتحرر الشوارد لأنه في الحالة الصلبة. أما هنا بالنسبة للسكر التفسير: المساحيق الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي لأنها لا تملك شوارد، تملك جزيئات مقيدة. نعرف أن الجزيئات لا تنقل التيار الكهربائي، من ينقل التيار الكهربائي هو الشوارد الحرة، الشوارد الحرة التي تتحرر في المحاليل. إذا أبنائي الآن نمر إلى الجزء الأخير من هذا التمرين الرائع والشامل. إذا قلنا: إذا علمت أن المزيج مستعمل في تجربة اثنان، هنا عاود صححتها تجربة اثنان معناها تجربة عادي، هذه هي التجربة الاثنان اللي يكون فيها الملح والماء النقي. إذا علمت أن المزيج المستعمل في تجربة اثنان هو كلور الصوديوم صيغته Na زائد Cn ناقص، يعني المزيج المستعمل في تجربة اثنان أصبح كلور الصوديوم صيغته Na زائد فاصلة Cn ناقص. سؤال ثلاثة يعني تابع هذا الجزء الثاني: كيف تسمى الأفراد المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي؟ يعني نقل التيار الكهربائي في هذا المزيج. تقريبا جاوبتكم عليها في الجزء السابق. ما هي أنواعها؟ ثم قدم تعريف مبسط لكل نوع. علما أن المزيج مستعمل في التجربة اثنان، هذه فقط اثنان ليس ثلاثة، مستعمل في التجربة اثنان هو كلور الصوديوم، يعني هذا كلور صوديوم Na زائد Cn ناقص. تسمى الأفراد المسؤولة عن نقل التيار في هذا المزيج الشوارد. إذا الأفراد المسؤولة عن نقل التيار نسميها الشوارد، حاملات الشحن، يعني الشوارد هي التي تحمل الشحنات الموجبة والسالبة. إذا المسؤول عن نقل التيار الكهربائي هي الشوارد حاملات الشحن. إذا في هذه الحالة عندي Na زائد وCn ناقص، هذه الشوارد، هذه الشاردة الأولى وهذه الشاردة الثانية. إذا أنواعها بالنسبة لهذه الحالة فقط: الشاردة البسيطة الموجبة والشاردة البسيطة السالبة. احنا نعرف أنه كاين شوارد مركبة، إذا في هذه الحالة عندي شوارد بسيطة. الشاردة البسيطة الموجبة وهي الصوديوم هي ذرة فقدت إلكترون أو أكثر، لكن في هذه الحالة فقدت إلكترون واحد لأنها عندها زائد، ما عندهاش اثنان زائد ولا ثلاثة زائد، عندها زائد، إذا فقدت إلكترون واحد. النوع الثاني وهو الشاردة البسيطة السالبة هي ذرة اكتسبت إلكترون أو أكثر، يعني سالبة تكتسب موجبة تفقد طبيعتها دائما الإلكترون. في هذه الحالة عندي الكلور اكتسب إلكترون واحد أصبحت شحنته ناقص، يعني ناقص واحد. شايفين الأولاد؟ إذا هذا بالنسبة للإجابة على السؤال الثالث. نروح الآن أبنائي إلى السؤال الرابع. قال: بين كيف تشكلت كل من Na زائد وCn ناقص، يعني بين لي كيف تشكلت هذه الشوارد. الشاردة الأولى والشاردة الثانية معبر عن ذلك بمعادلة كيميائية، كأنه هنا وش قال لك؟ قال لك دير لي المعادلة تاع الفقد والاكتساب، نبدو بالأولى. معادلة تشكل كل من Na زائد وCn ناقص، معادلة تشكل شاردة الكلور وهي Cn ناقص، يعني ذرة اكتسبت، ذرة اكتسبت. شوف الولاد فهمت قدر جيدا، لما تكون الذرة الأصلية هي سي ال، لما تكتسب الذرة ما نديروش السهم الأول، نديرو زائد كم اكتسبت، اكتسبت إلكترون واحد، ومن بعد نديرو سهم، ومن بعد تعطيني الشريدة. نعاود في الاكتساب، نديرو الذرة اللي عندي ثم ما ندير السهم، ندير زائد أولا، زائد كم إلكترون اكتسبته، إلكترون واحد، يعني اكتسبت إلكترون، ومن بعد ندير سهم نقول Cl ناقص، يعني هذه هي الشريدة. إذا هذه الحالة الابتدائية وهذه هي الحالة النهائية لاكتساب ذرة الكلور لإلكترون وأصبحت شاردة الكلور. إذا هذا بالنسبة إلى الكلور. نروح الآن نشوفه بالنسبة للمعادلة الثانية وهي تشكل شاردة الصوديوم. هنا شاردة الصوديوم بما أن شحنتها موجبة، إذا هذه الشاردة ماذا؟ فقدت
في الفقدة نكسب الشاردة هي الأولى، الشاردة الأولى هذه الحالة الابتدائية، ومن بعد ندير السهم، ما ندير الزائد، لا ندير السهم، بعد باش ندير كم يعني فقدت من الإلكترون، كما هنا فقدت إلكترون واحد، ومن بعد نكتب الشاردة زائد الشاردة الناتجة. إذا بالنسبة للفقد نكتب الذرة ومن بعد ندير السهم، إذا كم فقدت من الإلكترون؟ هذا هو واحد إلكترون، ومن بعد ندير زائد الشاردة الناتجة اللي هي Na زائد، هذه الحالة الابتدائية وهذه هي الحالة النهائية. إذا هذا إجابة على السؤال الرابع. نروح الآن السؤال خمسة، كيف تسمى الصيغة Na زائد في Na؟ يعني راح نقرأ جميع الأسئلة هذو اللي بقاو. كيف تسمى الصيغة Na زائد فاصلة في ناقص؟ ستة، هل المزيج متعادل كهربائيا؟ سبعة، اكتب الصيغة الجزيئية الإحصائية، يعني كاين الصيغة هذه وكاين الصيغة الجزيئية الإحصائية لهذا المزيج. إذا راح نجاوب على جميع الأسئلة. تسمى الصيغة، هذه الصيغة الصيغة الشاردية، دائما تجي بين قوسين من الموجب المثالي وتفصل بينهما فاصلة. ستة، هل المزيج متعادل كهربائيا؟ نعم، المحلول الشاردي هذا Na زائد Cn متعادل كهربائيا. لماذا؟ لأنه عنده شحنة موجبة وشحنة سالبة، عدد الشحنات الموجبة هو نفسه هو عدد الشحنات السالبة. سبعة، الصيغة الجزيئية الإحصائية Na Cn، يعني الصيغة الجزيئية لهذا المحلول الشاردي هي Na Cn، يعني هذه الصيغ الإحصائية والجزيئية تقريبا عندكم العدد لازم تحفظوه، تحفظ الصيغة الشاردية والصيغة الإحصائية. تقريبا أبنائي هنا وصلنا لنهاية درس اليوم أو تمرين اليوم، إن شاء الله نكون أفدناكم، إن شاء الله تكونوا استفدتم معنا. أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي الأستاذ مختار سليم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.